دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة ازاي نضيف مدير للقناة بتاعتنا. يعني ايه هنضيف مدير؟ المدير دون وظيفته ايه؟ المدير دوت لو انا منزلها فيديو ممكن يرد على التعليقات، ممكن يكتب اسم الفيديو، يعني يدير القناة بدالي، له الحق الصلاحية ان هو يحذف الفيديو او ما يحذفوش، بس ما يقدرش يحذف القناة. تمام كده؟ لغاية كده تمام. اول حاجة انا كنت مسجلة الايميل اللي هضيف بيه المدير، مسجلاه على الواتس علشان اخده كده نسخ. كويس لغاية كده تمام. وهنخرج خالص. بعد ما هنخرج بقى هضغط على استوديو اليوتيوب. بعد ما اتفتح معايا استوديو اليوتيوب هدوس على الايقونة، الايقونة اللي هي الخاصة بالقناة اهي، هضغط عليها. بعد كده هضغط على الاعدادات. بعد كده هضغط على الاذونات. انا كنت طبعا بجرب قبل ما يعني ما اعمل الفيديو، والحمد لله قال لي هو مدير في انتظار المراجعة، يعني الايميل بتاعي التاني في انتظار ان انا وافق عليه. فكده هوت من تحت مكتوب كلمة دعوة، ضغطت عليها. هنا بيقول لك البريد الالكتروني، طبعا البريد الالكتروني اللي هو الايميل اللي انا عملته نسخ هحطه. تمام اهو. وبعد كده هضغط على الدايرة اللي موجود جنبها كلمة مدير اللي هي اول دايرة. وبعد كده هدوس على ارسال الدعوة. ارسال. تمام كده الايميل بتاعي التاني اتحط كمدير. طب انا بقى دلوقتي خلاص هندي مثال ان انا خلاص خرجت ووافقت عليه من الجيميل، هدخل على الجيميل. تمام انا بقى دلوقتي عايزة احذف الايميل. طب احذفه ازاي؟ عايزة قصدي احذف المدير اللي انا ضفته عندي. هدوس على السهم ده، وبعد كده من تحت هلاقي مكتوب كلمة ازالة، هضغط عليها. كده تم الازالة. واتمنى يكون الشرح سهل وبسيط، وما تنسونيش بدعوة طيبة جميلة في الايام المباركة دي. واللي عنده تعليق، اللي عنده سؤال او استفسار، ياريت يسيبهولي في تعليق، وياريت يكون في اول فيديو دايما، واعمل لكم فيديو بيه، وربنا يوفق الجميع يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع دايما يكون بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله سهل وبسيط. ازاي نغير خلفية شاشة التليفون؟ هتتغير معانا بكل سهولة. اول حاجة هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وهنضغط على الاعدادات. ضغطنا على الاعدادات هندوس على الخلفية الشاشة. دوسنا على خلفية الشاشة ظهرت لنا الخلفيات كلها الخاصة بالتليفون، بالجهاز التليفون. حضراتكم بصوا قدامكم هون الخلفيات المحددة للتليفون. لو دوسنا على الخلفية الجميلة دي اهي،
بيقول لشاشة القفل، لشاشة الرئيسية كلهم. بصوا هو بمعنى الاختصار عشان نظري مش جايب الكلمة، ان هي تبقى على الوش الشاشة، ولما الشاشة تتقفل تبقى على الاتنين. فانا عايزاها على الشاشة الرئيسية اللي هي اللي في النص دي. فكده هو ده المنظر اللي انا مختاراه. وهندوس على كلمة استخدام، معلش اعذروني لاني ايه النضارة مش جايبة الكلام عدل. هندوس على استخدام، هتقولولي طب ده رجع وما اتحطتش الصورة اللي انت اخترتيها. هقولكوا لا، اتحطت علشان في علامة صح محطوطة قدامكم اهي. فكده هخرج اهو، هنلاقي المنظر الجميل قدامكم اهو. طيب عايزين نحط صورة، ونرجع تاني لنفس الخطوات علشان اوريكم ازاي تحطوا صورة من المعرض. مشينا برضو على نفس الخطوات اهو، دوسنا على الاعدادات، ومن الاعدادات للخلفية هنلاقي من هنا الصور عادية، وهنلاقي من تحت كلمة معرض هنضغط عليه. كده دخلني على معرض الصور، معرض الصور اللي في الجهاز نفسه. اختار الصورة اللي انا عايزاها، لو انا عايزة صورة معينة اختارها بقى من الجهاز ودوس عليها. فلو اخترنا الصورة دي برضو بيخيرنا ما بين شاشة القفل والشاشة الرئيسية والكلمة اللي هي مش شايفاها قوي، يعني علشان ايه الكتابة صغيرة ونظري ضعيف، فمطلوب منكم المعذرة. فهي كده ما تظهر قدامكم انتوا هتقروها. فبرضك هختار الشاشة الرئيسية، تمام اهو. بعد كده هنختار كلمة استخدام وادوس عليها، هدوس عليها فكده بيقول جاري التعيين. كده هخرج خالص اهيت، اصبحت الصورة اللي اخترتها بقت على وش الشاشة. واقول لكم ما تنسونيش في دعوة جميلة، ويا رب يكون الشرح سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع دايما يكون بخير. في تحديث جميل جدا جدا من الواتساب. الاول كنا بنفتح التلفزيون علشان نتابع الاخبار، دلوقتي الواتساب وفر لنا في التحديث بتاعه، وفر لنا ان احنا نفتح التلفزيون علشان نتابع الاخبار، واي معلومة عايزين نعرفها واي حاجة عايزين نتابعها هنتابعها عن طريق الواتساب. هتقولولي ازاي؟ هقول لكم يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وندوس على الواتساب. دوسنا على الواتساب هنلاقي كلمة من تحت اسمها المستجدات، هندوس عليها. المستجدات ديت مكتوب بقى ايه الحاجات اللي احنا بنختارها. كل دون انا كنت مختاراه، انما حضراتكم لما تيجوا تفتحوا هتختاروا كلمة استكشاف. استكشاف هندوس عليها، وهتختاروا منها كل اللي انتوا محتاجينه. عايزين قناة الناس اللي هي قناة القرآن، قناة اون، يعني القناة اللي انتوا ايه عايزينها، صدى البلد، القاهرة والناس، القاهرة ومعرفش ايه حاجات كده، الازهر الشريف، هتختاروا منه اللي انتوا عايزينه. طب يا امال هنختار ايه؟ يعني هنختاره ازاي؟ هنعمل ايه؟ هقول لكم حالا هنعمل ايه. يعني عندكم صدى البلد
هختار كلمة متابعة. عندكم القاهرة والناس، هختار كلمة متابعة. طبعا ما ظهرليش قدامكم الأخبار والحاجات التانية اللي أنا مختاراها، قدامكم الأزهر الشريف، هعمل له متابعة. تمام، أو حاجات كتير عملت لها متابعة، ودلوقتي أوريكم هنجيبها منين. أي كل دي الحاجات اللي موجودة قدامكم. كمان اما ترفعوا كده بايديكم هتلاقوا كلمة استكشاف المزيد من القنوات، هتدوسوا على عرض الكل، جاب لي كل بقية القنوات. تمام اهي، بتختاروا اللي انتوا محتاجينه واللي انتوا عايزينه. طبعا كده هو لغاية كده تمام. طب عايزة اجيب القنوات اللي انا شاهدتها، اقول لكم استنوا عليا لما نشوف في من فوق. عندكم كلمة الاكثر نشاطا، الشائعات، الجديد، فهندوس على واحدة واحدة وهنعرفها مع بعض. الاكثر نشاطا اهو اللي انتوا محتاجينه، هتشوفوا ايه اللي انتوا محتاجينه. لو انتوا عاملين قناة على التليجرام او عاملين وكلمة الشائعات بتختاروا منها الجديد، بتختاروا منها كل اللي انتوا محتاجينه. طب عايزين نوصل بقى للحاجات اللي احنا مختارينها، هنضغط كده هو من تحت ضغطة بسيطة كأننا بنخرج، بس ضغطة واحدة لكل مرة، وهدوس على المستجدات، هي موجودة عليها. وادي قناة صوت، قناة صدى البلد اهي قدامكم. طبعا لسه مفيش ارقام موجودة عليها، علشان انا لسه مشتركة، فمفيش حاجة لسه نزلت. الازهر الشريف، دار الافتاء المصرية، شوف مزبيرو، القنوات اللي انا اخترتها اهي. ويا رب يكون الشرح سهل وبسيط، وما تنسونيش كده بدعوة جميلة. واقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع دايما يكون بخير. طبعا كلنا عندنا التقويم في التليفون. التقويم دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن النتيجة. النهاردة 2، نتيجة. النتيجة دي بتعرفنا اليوم والشهر والسنة، كويس. طب انا عايزة اعرف التقويم السنة الهجرية، اجيبه منين وفعله ازاي على التقويم الميلادي. طب حضراتكم حققوا معايا في الارقام اللي موجودة، علشان لما افعلها تبقوا واخدين بالكم كويس. رقم 1 مفيش اي حاجة تحتيه، رقم 2 مفيش اي رقم تحتيه، ولا اي رقم من الموجود في اي رقم موجود تحتيه. هنسمي بقى بالله وهنفعل التقويم الهجري. هندوس على الثلاث شرط اللي موجودين دول، الثلاث نقط، وهنختار كلمة الاعدادات. في عندي تقويمات اخرى هدوس عليها، اللي هي اول واحدة، وهختار من كل التقويم اللي ظاهر قدامي، لاني مكتوب تقويم الصين وتقويم لبناني وتقويم فرنسي. فالمهم بقى علشان ما اطولش عليكم، هختار التقويم الهجري وهدوس عليه. كده اتفعل معايا. على فكرة
دي بفعل التقويم الهجري على عدة التليفون هونر، عدة تليفون هونر، فأنا لسه ما جربتش في أي عدة تانية. فدلوقتي أنا كده فعلتها الحمد لله، فهنخرج بقى كده ونشوف، هنلاقي رقم واحد مكتوب تحتيه 26، كويس. رقم اتنين مكتوب 27، رقم تلاتة 28. معنى كده ان النهاردة 27 سفر. طيب اللي هيأكد لنا الكلام ده ايه؟ اللي هيأكد لنا الكلام دوت لو بصينا من تحت كده هنلاقي 27 سفر، احنا في شهر 27 سفر عام 1446، تمام. وبالنسبة لمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مولد النبي جاي بعد 13 يوم 12 ربيع أول عام 1446، المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وربنا يجعله مولد النبي سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين. وأتمنى يكون شرح سهل وبسيط، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.